السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله. عزيزة المرأة، دائما يكون عندك هاجس وتفكير في الرجل اللي يملى عينك، الرجل اللي يرضي غرورك، لأنه أغلب السيدات في خاصة في الآونة الأخيرة يعني ما عاد عندهم الشغف للتعرف على الرجل المناسب، أو فقدوا الأمل أنه يكون في رجل أو شاب مناسب لهم، يعني حتى أنه تعجب فيه وأنه يملى عينها. وأنا ما لومها، لأنه خلاص يعني فعلا في غالب العلاقات قل الشغف، ما عاد فيه الحماس أنه يكون فيه تعارف أو يكون فيه مثلا تفكير جدي في الارتباط. يعني حتى غالبا لما تسأل امرأة أنه تبغين ترتبطين أو كذا، تقول لك لا أنا ما أفكر الحين، وما في شيء يحمس، ما عاد في حماس، لأنه والأسباب كثيرة ومو موضوعنا اليوم. لكن الكلام موجه لك عزيزتي، أنه أحيانا من كثر ما أنت فاقدة الأمل أنه تحصلين رجل مناسب لك، أو يكون عندك ستاندرد معين أو نوعية معينة من الرجال دائما تحلمين فيها، ما حصلتيها. دائما إذا تعرفتي على شخص تلقينه ممل، يعني ما يملى عينك، خلاص يعني هي المعرفة الأولى أو المكالمة الأولى وينتهي الموضوع. لكن أحيانا يعني تتعرفين على شخص بأي طريقة كانت، تلقينه مبهر من الوهلة الأولى، احنا نسميها الوهلة الأولى أو النظرة الأولى. الوهلة الأولى كيف؟ اللي هي أول ما تسمعين صوته تحسينه فعلا الصوت الجذاب، لأنه لا ننكر أنه كثير من السيدات تعجب بنبرة الصوت، يجذبها نبرة الصوت، يجذبها الرجل المتعلم اللي فاهم المتحدث، وبرضه يعجبها الخفيف الدم، ويعجبها الشكل مثلا الطول، الرجل الطويل، ويعجبها النوع ما مقبول. فتخيلي أنها تجتمع في رجل واحد، فتتكلمين مع الرجل هذا، فتعجبين فيه من الوهلة الأولى، لا من ناحية صوته، لا من ناحية مثلا سرده للكلام، وعلمه ومثقف، فتعجبين فيه. هنا حيكون في اندفاع وغير مبرر، يعني تكونين مندفعة للشخص هذا، لأنه فعلا أنت لك فترة من الزمن ما حصلتي أحد تعجبين فيه، ما حد مالي عينك، ففجأة هذا يعني حسيتي أنك مرتاحت له، حسيتي أنه حتى أحيانا توصلين مرحلة أن لما تكلمون بالتلفون أنه ما ودك يسكر منك من كثر ما أنت مبسوطة معاه من كلامه، ومثل ما قلنا من جمال صوته. حتى يمكن بعض السيدات يحبون الصوت الجهوري، صوت يعني الخشن، فممكن يكون من ناحية هذه هو. فهنا يكون في اندفاع وتفكير، معقولة هذا الرجل اللي أنا أفكر فيه دائما، معقولة هذا ملعيني. فسبحان الله يبدأ التفكير فيه، وتبدأ متى يكلمني مرة ثانية، متى يراسلني، وتبدين تراسلين أنت وينك اليوم، وصار في يومك، وسوي، تبدين أسئلة حتى لا شعورية ما تحسين فيها، بس أنت قاعد تسألين. فممكن يعدي أول أسبوع أول أسبوعين وأنت باندفاع أكثر وأكثر، يعني كل ما راح مدة اندفعتي أكثر له، لأنه عاجبك كل هذا المواصفات والشخصية كلها عاجبتك. هنا الشخص المقابل لك اللي هو كل المواصفات الحلوة موجودة فيه، سواء من ناحية الشكل والطول والصوت والثقافة، هو عارف نفسه زين، هو عارف أنه عنده إمكانيات، هو عارف أنه عنده أسلوب ومواصفات حلوة، وأغلب النساء يتمنونها. فيبدأ هو يعرف أنه أنت عجبتي أو طحتي بالفخ بمعناه، فيبدأ يخافه، يبدأ يجض منك. ليش؟ لأنه شايف أنك مندفعة بزيادة. والشخصيات هذه، شخصية الرجال هذه، ما تحب أنه شخصية المرأة المندفعة، ما تحبها، هي تحب الشخصية المتوازنة. أنا قد قلت حلقة سابقة عن عزيز الرجل، عن الرجل أنه كيف لما تتعرف على مرأة جميلة. حلقة اليوم لا،
انه عزيزتي المرأة انت كيف لما يعني تتعرفي على رجل فيها المواصفات، المواصفات اللي اغلب البنات يحبوها في الرجل. فالنوعية هذه من الرجال يعني يجذبها البنت المتوازنة الثقيلة الرزينة فيها رزانة. يعني لما يرسلها هو وسيم كمثال ويرسلها صورته، لازم يكون انطباعك انطباع عادي، انه مقبول، انه مثلا ما عليه صورة حلوة بس تصرفينها بشكل ثاني، انه لو كان مثلا اضاءة او اضاءة مو واضحة. المهم لا تورين انك منبهرة على جماله او على طوله او على شيء، اي شيء حلو فيه، خليك ثقيلة ومتوازنة. انا اعرف شخصيا الرجال هذولي، وغالبا الرجال اللي مقبولين واللي الانظار عليهم يعشقوا الفتاة الثقيلة الرزينة اللي يعني من فترة لفترة ترسل له رسالة اهلين كيفك، تطمن عليه وانه متواصل معه. عكس اللي بداية الحلقة اليوم لما قلت لك انه انت تكون مندفع اندفاع ودائما سؤال وينك، وانه قبل النوم تقدر تكلمني اقدر اسمع صوتك، هنا راح يخاف منك، يخاف مو منك انت، يخاف من العلاقة هذه، انك انت بتكونين بالعامية نشبه، يعني انت لاصقة فيه، لازقة فيه بيكون. فهو ما يحب النوعية هذه اللازقة فيه، لانه مثل ما قلنا انه عليه قبول وعنده غيرك اكيد يعني، فهو بس مفاضلة يعني. فمثل ما اتفقنا انه خليك الفتاة الرزينة الثقيلة في التعامل معه، لابد تكوني مختلفة. لانه تأكدي، انا ما ابغى اعمم على جميع الرجال، بس تأكدي انه النوعية هذه من الشباب عنده غيرك، وعنده غيرك يعني حتى يعني بمواصفات وبإغراءات، يعني مواصفات جميلة وإغراءات. فلابد تكوني عشان يعني تلفتي نظر هذا الرجل ذا المواصفات العالية، لابد تكوني مختلفة مميزة. كيف مختلفة؟ انه تكوني ثقيلة، تكوني رزينة وحكيمة في تصرفاتك معاه. يعني حسيتي انه هو اصلا يوم الايام مو يمك، يعني راسلتيه ما رد عليك الا بعد فترة، راسلتيه ونام وما رد الا من بكرة، هنا لابد انت تعامليه بالمثل انه ما تراسلينه. انا اتكلم على بداية العلاقة الان عشان ما يطيح الفاس في الراس، ما تتعمق العلاقة وبعدين تصرف معك كذا وانت تصرين خلاص حبيتي وانه خلاص دخل فيك وانه في حالة حب، فيصير صعب الانسحاب اقصد. فتعامليه بالمثل ان خلاص انت برضو تنشغلين، قال لك بكلمك بسمع صوتك، قولي له والله انا في النوم، تعذر باي عذر، انا في النوم الان وبكرة. فبكرة إذا جاء مثلاً وطلب منك مرة ثانية عادي يكلميه، وحاولي أنت تنهي المكالمة، يعني مو لازم ينهيها هو، أو إذا صار هو دائماً ينهي أنت برضو انهي المكالمة. بعض البنات تقول لا أنا فرصة، أنا ما صدقت أنه جاني واحد بالمواصفات اللي أنا أبغاها اللي كنت أحلم فيها، لأنه مثل ما اتفقنا أنه أنت ما حد يملى عينك، فما بي أخسره. لا، أخسريه أحسن ما يصير معك وأنت تحت هو فوق، يعني خسرانة كرامتك عشان بس يعني تظلين معه. لا، يا انه تصير علاقة زي ما تبين انت وتحلمين فيها، انه رجل مناسب لك وانت مناسبة له، وكل واحد مهتم في الثاني وكل واحد شاري الثاني، ولا خليه يروح واخسريها في الإجابة يجيب غيره. فالبلد مليانة، يعني مو ما في هالبلد إلا هالولد، لازم تركزين عزيزتي. فهذه لنفرض انها علاقه تعارف عاديه، لكن لو كانت علاقه زواج وانت فعلا خطبك، جاك عريس جميل ومتحدث ومتعلم، برضو نفس الشيء، لازم حتى في الزواج ما تصيرين اللي دائما تسالين وينك، اللي تغارين عليه من اي شيء بسيط في غيره. لا، خليك برضو متوازنه ورزينه وثقيله، لانه برضو الزواج مو بعيد، صح انه هو زوجك وتختلف المعاملة، لكن مش بعيدة كثير في التعامل اقصد. فخليك رزينة لما يروح لاصحابه عادي خليه يروح،
لما يبغى يسافر يسافر، يروح يجي يخلص شغله، ما عندك أي إشكال في الناحية هذه. في النهاية هو بيحب طريقتك معه، يعني طريقة الرزانة اللي فيك، وبيحب ثقتك فيه إنه مو شكاك وينك ما رديت علي، لأنه الرجل مهما كان ما يحب البنت اللي تشك فيه، اللي كل شيء تسأل وينك، غريبة ما رديت، ليش ما رجعت بدري، ليش سهران. أعطيه الثقة، أعطيه الثقة إلى أن يثبت عكسها، هنا راح تكون العلاقة متوازنة وجميلة وأكثر مما تمنين. وأتمنى أن الحلقة تفيدك. لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وعمل اللايك إذا عجبك الفيديو. السلام عليكم.